صباح الخير والعافية والمحبة عليكم زملائي بداخل الاستوديو، أكيد أحب أقول لهم صباح الخير عليكم. إحنا اليوم جايين على منصة إصدار البطاقة الدولية اللي تخص فحص كورونا، فأكيد إحنا جايين حتى نعرف معلومات أكثر ومميزاتها شنو وشنو اللي ممكن يقدر يقدم لنا هذا الشيء. فتعالوا ويانا وخليكم وياي. مرحبا. مرحبا عيوني، شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. شنو اسم حضرتك؟ انا مبرمج احمد، دائره صحه الكرخ. استاذ احمد، ممكن تحكي لنا اكثر عن البطاقه الدوليه؟ والله البطاقه الدوليه المواطن يجي بدايه نطلب منه الكارت الاصلي طبعا. يتم تدقيقه اول مرحله. وراها ينتقل من التدقيق يروح يقص وصل اذا كان موجود جرعتين يعني نازل بالمنصه. يروح يقص وصل من الحسابات. ويجي هنا ينتظر ماكو 10 دقائق وتصدر له البطاقة. في حالة إذا أكو مشكلة يعني جرعة ما مترحلة، جرعتين ما مترحلة، يعني يتم الاتصال بالمنفذ ويرحلوا له الجرع وعلى ضوءه تمشي المعاملة وكلش يعني مضبوطة. شنو الطرق اللي ممكن يتبعوها العالم حتى يقدرون يصدرون هاي البطاقة الدولية؟ هي ما شغلة بسيطة يعني روتينية جدا، مجرد استنساخ الكارت واستنساخ الجواز وصورة شخصية خلفية بيضة، يعني هنا بس هذني ما عندنا اي. وشرط الشخص يجي هنا حتى يقدر يطلع له اكو غير طريقة؟ والله هو افضل يعني صاحب العلاقة، بس اكو تسهيلات يعني مرات مثلا رجل زوجته ابنه هذا يعني العائلة مالته نسهلها، يعني ماكو اي تعقيد. تسهيلات ممكن تقدموها للمواطن؟ ما هو اهم شيء انه احنا سرعه الانجاز، يعني ما عندنا تاخير بالدقه بالمعلومات، اذا اكو اي خطا ممكن نعيد الاصدار مره اخرى، يعني اكو يعني اذا المواطن مثلا غلط بالاسم او غلط بالحرف من احرف الاسم يعني ممكن تعديله، واذا ضاعت البطاقه ممكن اصدارها من نفس المنفذ اللي صدرها من جديد يعني مره اخرى، والجواز السفر مثلا اذا تمت نفاذيته خلال فتره الاصدار يعني هي سنه مدتها البطاقه الدوليه يعني هم ممكن يصدره، لان اكو بي دي اف يعني اوليات لكل مواطن مخزونه عندنا، يعني ماكو اي تعقيدات بهذا الشيء. شنو المميزات الموجوده داخل البطاقه الدوليه وشنو ممكن تفيد المواطن؟ هي بالسفر يعني يطلبوها بالمطار، يعني تعتبر وثيقه دوليه ينتقل بها من بلد لبلد، يعني وثيقة تلقيحية دولية ينتقل بها من بلد لبلد، يعني ما هي هاي. زين البطاقة الدولية من يجي الشخص هسه يطلعها ما يحتاج بعدها لا بي سي ار ولا اي شيء يعني من اتجاه اللقاحات او حاليا ماكو طلب بي سي ار يعني بالمطارات، وهي يعني من عمر 12 سنة فما فوق، يعني هي هذه بالضبط. اي نعم، هو اكو يعني بالنسبة للوصولات اللي قيمة المبلغ اللي يقصها 30,000 دينار للمواطن العراقي و 50,000 دينار للمواطن يعني الأجنبي. أي نعم. شنو الأماكن اللي ممكن الشخص يقدر يراجعها يعني يراجعها على مود يقدر يسوي هاي البطاقة؟ إحنا عندنا منافذ حكومية يعني بدائرة صحة الكرخ، دائرتنا 4 منافذ. المنفذ الأول بدائرة الصحة العامة يعني مقر الصحة العامة بالبياع، وعندنا المنفذ الثاني هنا مركز الحساسية والربو بالعطيفية، وعندنا منفذ ثالث بالمنصور ب4 شوارع مركز الحمزة للمعاقين، وعندنا المنفذ الأخير بالدولعي مركز صحي الدولعي تابع القطاع الكاظمية. بالنسبة للتزوير هسه هواية يعني معروفة أن الناس يقدرون يزورون بطاقة اللقاح وأنه هم كأنه ملقحين بس هم غير ملقحين. ننصح العالم يعني أكثر شيء أنه يأخذ البطاقة الدولية من المراكز الحكومية، لأنه أبو الشركات الأهلية يعني ما تعرف المصدر اللي يجيب منه البطاقة الدولية، وأكو مؤسسات مثلا يعني تصدر بطاقة دولية ما تتوخى الدقة يعني بالمعلومات، مثلا الاسم بحرف غلط، الرقم مال الجواز غلط، هذا فيوقع بمشكلة، فاحنا ننصح المواطن انه يجي للمراكز الحكومية باصدار البطاقة. انتم شلون تكتشفون انه هذا الشخص مزور بطاقته لو لا؟ احنا بالبطاقة الدولية ما يعني التزوير يصير قبل البطاقة الدولية، يصير بالكارت. هو يعني الكارت من يجي شخص ملقح، شلون تعرفون هو صدق ملقح لو مجرد تزوير؟ عندنا داتا غير يعني المنصة، اي تشيكه بالمنصة قبل يطلع عندنا الاسم. يعني ماكو أي غش ما يقدر يصير هنا. لا طبعا كله يتدقق، وعندنا سجلات بالمنافذ مال التلقيح نعتمد عليها، يعني إذا أي شك بأي كارت عندنا نرجع للسجلات، ندقق بالسجلات
مرات تلقي نازل بالمنصة وكارت مضبوط وهذا بس بالسجلات ما موجود، فعلى ضوءه نسوي إجراء ونوقف عملية الإصدار. أهلا وسهلا. عبدناك ويانا. مرحبا أستاذ عبد القادر، شلونك؟ عبد القادر مو؟ ممكن تحكي لنا أكثر هالسجلة تسوي حاليا؟ عادي، يعني بس مجرد أتشيك الكارت هنا، أنا أكتب رقم التليفون أو اسم الشخص، زين أدخل معلوماته بالإنجليزي مطابقة للجواز، الاسم ورقم الجواز وتاريخ ميلاده، أخلي له صورة. زين. تحتاج الجواز على مود تدخل؟ سفر وصورة شخصية، زين أسوي له البطاقة الدولية وهذا. مرحبا، شلون حضرتك؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله. شنو اسمك؟ بسام. بسام محمد. أستاذ بسام، حاليا أنت جاي تصدر بطاقة دولية أتوقع بخصوص السفر، مو صحيح؟ زين، شنو الشيء اللي يخليك تجي تصدر بطاقة دولية وما تسافر بالكرت اللي عندك؟ والله السبب الرئيسي إن سفرة يعني برا. ليش تفضل تصدر بطاقة دولية يعني؟ يعني هي أمن للشخص أحسن من هذه أولا. يعني غير قابلة للتلف، هذه نحير بها صراحة. مدتها سنة واحدة، ترجع تجددها لو يعني ما راح ترجع تجددها وراها؟ حسب الظروف يعني، إذا طلبوا منك طبعا إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم. ولهنا أنا انتهت جولتنا داخل المكان اللي احنا بيه، وشفنا العالم شلون جاي تطلع بطاقات الدولية وشنو تستفاد، وشفتوا أكيد المعلومات اللي أكيد راح تفيدكم مستقبلا بخصوص البطاقة الدولية والجوازات والسفر. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم.